نعم أول شيء بالنسبة للي ما قدموش بنفعش أكاديميا أنا أقيمك من 100 أو من 80 في نص المادة لأنه إحنا نصفه مش حيدخل صح؟ فمش صح فالأصل إنه أنت بيجيك ملحق حيجيك ملحق يعني أنت بتدرس المادة كلها ما هي قالت 40 من المرة فاتت ايش الاسم؟ صفاء فرحة 38 صفاء من 40 واضح؟ فما ينفعش بدكم نصفي نعمل لكم نصف خلص متى نصفي؟ الأحد الجاي؟ الأربعة الأحد اللي وراه أوف وصلنا للنهاية براحتكم بس ذكروني قبلها بيوم مش الأربعة الجاي اللي وراه لا بنفعش كيف أقيمك إلكتروني مزبوطش لا لا نظر وجاهي وجاهي تمام وكان طيب احنا بالنسبة للمادة في احتمال انه اخر شابترين ما يدخلوش في الامتحان احتمال لحتى الان مش اكيد احنا وصلنا 14 صح؟ احنا 16 شابتر هم فاحتمال 15 و16 ما يدخلوش بضل بعديها كله مراجعة بنصير نعمل لكم كويز في القاعة ها في أيام المحاضرة لا فيش شيء فيش شيء انتوا شيلنا لكم اثنين خلاص والنصف مشيول ما احنا ركنين على الله ثم عليه الشابتر هذا نجيب لكم أسئلة منه 25-5 بطلع الأربعة 25-5 مين عندنا اللي ما قدموش واحدة تنتين ثلاثة في حد غيركم نفس الشيء احنا نصف لوين كان شابتر قديش ست شباتر الاولى ليش طيب احنا وين وصلنا في المادة؟ كلهم نازلين بس معكو فلاش شابتر 7 لسه اذا شابتر 7 تنزيل طيب skin and wound infection التهاب الجلد والجروح
من أشهر البكتيريا اللي بتعمل التهاب للجلد والجروح هي الستاف أورياس. طبعاً الستاف أورياس بدك تفصلوها الكلمة، هي مش متصلة. ستاف استفيلو كوكاي أو استفيلو كوكاس أورياس كوزينج أبسس، أبسس يعني دمامل. وطبعاً هي أصلاً ستاف أورياس موجودة على السكين كنورمال فلورا، لكن لما بيكون في جرح وهذا الجرح يتلوث بهذه البكتيريا بيعتبر كحالة انتقال من سايت إلى سايت آخر، وهنا بصير إنه صارت opportunistic، لأن إحنا قلنا البكتيريا الانتهازية اللي هي النورمال فلورا تعتبر انتهازية، وقلنا معنى الانتهازية إنها بتستنى الفرصة إنها تعمل ديزيز. قلنا الفرصة في شغلتين، تغير مكان أو تثبيط للمناعة. فهنا الأمر تغير في المكان، تغير في المكان فبتصير تعمل ديزيز في السكن إذا كان في هناك جرح. ستافيلوكوكس جروب A ستريبتوكوكس، وإحنا ستريبتوكوكس صنفناها حسب الهيموليسيز إلى ثلاثة، ألفا وبيتا وغاما. وهنا بتعمل سيليولايتس يعني زي خراجات، وأيضا في الجلد. Wound infection is caused by التهاب الجروح بيسبب بعدة أنواع. ستاف أورياس، الميرسا. إيش الميرسا؟ أيوة، على أساس إن إحنا بندرس بايوكيمستري. ميرسا اللي هي اختصار لميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس أورياس. ميثيسيلين هي بكتيريا مقاومة لمضادات حيوية. ريزيستنس ستافيلوكوكس أورياس اللي جنس من البكتيريا صار مقاوم للمضادات الحيوية. إيكولاي، شريشة كولاي. كليبسيلا سبيشيز أنواعها. سيدوموناس سبيشيز والبكتيرويد سبيشيز. ستافيلوكوكاي كأحد أنواع البكتيريا اللي بتعمل skin and wound infection، نيجي نعرف خصائصها. قلنا هي جرام بوزيتيف كوكاي، يعني لونها تحت الميكروسكوب بعد الصباغة بيربل. إن كلاسترز، موجودة في تجمعات، وهذا وصف الاسم تبعها إنها grape like cluster. It is positive for catalase test، وهذا بيجي سؤال في الامتحان، ما يميز الستاف عن الستريبتو إنها كاتاليز بوزيتيف، يعني عندها المقدرة على إفراز إنزيم هذا الإنزيم، تمام؟ وعشان هيك هي هوائية، لأن يعني إحنا قلنا البكتيريا لا هوائية ما بتمتلكش الإنزيمات اللي بتخلصها من البروكسايد، الهيدروجين بروكسايد اللي هو يعتبر أحد الفري راديكال واللي بيعمل على تكسير الخلايا أو موت الخلايا، يعتبر مادة سامة. فإذا البكتيريا أنايروبيك زي الكولستريديوم بفهم انه ما عندهاش ولا واحد من الانزيمات اللي بتكسر ال H2O2 او الفري راديكال بشكل عام. كون البكتيريا ايروبيك هوائيه يعني عندها الانزيمات اللي بتخلصها من المركبات الاكسجينيه الضاره زي ال H2O2 مثلا، فهذه كونها عندها الانزيم يبقى هي ايش؟ ايروبيك هوائيه. It is positive for catalase test which differentiate it from streptococci which is negative. طبعا انه يكون هذا الفحص او هذا الانزيم كاتاليز نيجاتيف عند بكتيريا لا يعني انه ايش تكون انايروبيك، هي عندها انزيم من الانزيمات مش موجود، لكن ممكن انزيمات تانية يكون موجوده فيخلصوها. واضح؟ امتلاك الانزيم بيعني انها ايروبيك، عدم امتلاكها لانزيم واحد لا يعني انها انايروبيك، لازم يكون كل الانزيمات بيروكسيديز كاتاليز سوبروكسيد ديسميوتيز، هذه الانزيمات اللي بتخلص البكتيريا من الاثار الضاره تبعت الاكسجين. ثلاث انزيمات سوبروكسيد ديسميوتيز وكاتاليز وايضا انزيم اسمه البيروكسيديز، الثلاثه مش موجودين يبقى البكتيريا انايروبيك، واحد منهم موجود ايروبيك، تمام؟ طيب كاتاليز تيست بوتينج 1 كولوني of staphylococci in 0.5 ml
of H2O2 هذا كيف بيجرى الفحص مش مهم بالنسبة لكم، بس بدك تعرف انه هو بخلصها من ال H2O2 بحوله لأكسجين وماء. فالفحص بيكون فيه air bubble، ظهور ال air bubble يعني الكاتاليز بوزيتيف، تمام؟ يعني بنجيب البكتيريا وبنحطها في H2O2 صار يطلع فقاعات، يعني في كاتاليز حول ال H2O2 إلى أكسجين وماء، دليل على وجود الفقاعات. Staphylococci are divided according to producing or production of coagulase enzyme. وستاف أوريوس لها المقدرة على إفراز إنزيم اسمه الكواجوليز، هذا جبناه في الامتحان صح؟ الكواجوليز مش الكولاجينيز، كواجوليز. وهذا الكواجوليز إنزيم الستاف أوريوس هي البوزيتيف، الأذر سبيشيز زي الإبيدرمايدس أو السابروفيتيكاس هي نيجاتيف، فهو اللي بيعمل على تحويل الفايبرين الفايبرينوجين إلى فايبرين كلوت، يعمل تجلط، وهي تعتبر من أحد وسائل الحماية والفيرولانس تبعت الستاف أوريوس، بتحمي حالها من وبتخفي عن جهاز المناعة. إذن هدول خاصيتين بالنسبة للستاف أوريوس من ناحية البيوكيميكال تيست، إن هي كاتاليز أند كواجوليز بوزيتيف. الكاتاليز لكل أنواع الستاف سواء إبيدرمايدس أو سابروفيتيكاس أو حتى أوريوس كلهم بوزيتيف. الستريبتو نيجاتيف، الستريبتو نيجاتيف. بفرق الستاف أوريوس عن الإبيدرمايدس والسابروفيتيكاس بفحص اسمه الكواجوليز اللي هو بيكون بوزيتيف للأوريوس، وهو بيعمل على تحويل الفايبرينوجين إلى فايبرين كلوت، ويعتبر أحد وسائل الحماية والاختفاء عن جهاز المناعة. ستافيلوكوكس أوريوس جرام بوزيتيف كوكاي أرنجد إن كلاستر كواجوليز بوزيتيف كاتاليز بوزيتيف، هي مين هابيتايت إن هيومن نوز، موجودة في الأنف، and found on human skin، وهي أيضا موجودة في على الجلد، وبالتالي طريق الانتقال via hands، تنتقل عن طريق الدايركت كونتاكت مع الإيدين. virulence factor and pathogenesis، عوامل الشراسة والضراوة وإحداث المرض. abscesses هي الدمامل is the most common lesion، هي التقرحات الأشهر. It is localized lesion، موضعية بتكون due to coagulase production، من خلال إنتاج coagulase، والcoagulase هو تحول للفايبرينوجين إلى فايبرين كلوت. الديزيز ممكن يكون local abscess تحت الجلد، أو يكون التهاب للجروح wound infection. إذا تمكنت أنها تخش جوا الجسم وتعمل invasion، فهي ممكن تعمل endocarditis التهاب أغشية القلب، و hospital acquired pneumonia اللي هي nosocomial infection، nosocomial infection التهاب رئوي، تعمل التهاب رئوي. toxic disease حالة التسمم في الطعام، تعمل gastroenteritis اللي هي food poisoning زي البوتولونيوم الكولستريديوم، تعمل ايضا food poisoning. staff food poisoning it is due to eating food contaminating staff enterotoxin. incubation period is short، فترة الحضانة إلها قليلة من 4 إلى 6 ساعات. الأعراض اللي بتظهر على الشخص المصاب بالfood poisoning نتيجة الانتيروتوكسين بتكون vomiting القيء دياريا وكوليك، but no fever. تشنجات لا بصيرش تشنجات، لا بتصير هي مشاكل معوية، مشاكل معوية في القولون، بس بتوصلش معاه انه يصير عنده تشنجات. النوع الثاني قلنا الميثيلين، ميثيسيلين
ريزيستنس ستاف اورياس الميرسا، هي ستاف اورياس اصبحت ريزيستنس لفصيله الميثيسيلين بانتاجها لانزيم يعمل على تكسير هذه المضادات الحيويه. ايش اسم الانزيم؟ بنسلينيز. فهي بتكون ريزيست للبنسلين اوكساسيلين والفلوكساسيلين وكل مجموعه الميثاسيلين. الميرسا هي احد انواع الستاف اورياس لكن اصبحت مقاومه لمجموعه الميثاسيلين وبتشمل كلها من خلال انتاج انزيم البنسلينيز. تمام. The resistance due to change in the penicillin binding protein which are the target of penicillin. وأيضا ممكن يكون الريزيستنس من خلال تغير في البروتين اللي بيرتبط معاه البنسلين. بنسلين binding protein تغير من شكله فما بتعرفش عليه البنسلين فأيضا بتصبح مقاوم بالإضافة لها الإنزيم اللي بيكسر. It is an important cause of hospital acquired infection. وهي من أشهر البكتيريا اللي بتكون مسببة لعدويات المستشفيات. الميرسا Hospital Acquired MRSA is very resistant to antibiotic. وهي مقاومة لكثير من المضادات الحيوية. أيضا من البكتيريا اللي بتكون antibiotic resistant اللي هي Pseudomonas aeruginosa وأيضا تعتبر من البكتيريا اللي هي Hospital Acquired Infection وفي الغالب في قسم الجروح. لو تروح على مركز العالمي تبع الجروح بتقول له للأخصائيين اللي غاد إيش أشهر البكتيريا اللي بتطلع في الكلتشر تبعت التهاب بالحروق بقول لك أشهرهم سيدوموناس أريجينوزا. تمام. سيدوموناس أريجينوزا إيش خصائص هذه البكتيريا؟ It is aerobic هي هوائية gram negative rod ما يميزها عن مجموعة الانتيروبكترياسي كلها وأقصد بالانتيروبكترياسي شريشيا كولاي كليبسيلا لأنهم كلهم جرام نيجاتيف رود برضو الكولاي إيش كان تصنيفها جرام نيجاتيف باسيلاي الكليبسيلا شريشيا شيجيلا سلمونيلا يرسينيا كلهم يعتبروا انتيروبكترياسي جرام نيجاتيف باسيلاي. سيدوموناس أريجينوزا نفس الخصائص جرام نيجاتيف رودز أو باسيلاي. الفحص اللي بيميزهم عن بعض الأكسيديز سيدوموناس أكسيديز بوزيتيف والباقي كله أكسيديز نيجاتيف ما عدا مين أيضا من الأكسيديز بوزيتيف مر علينا المحاضرة اللي فاتت فيبريو كولير فيبريو كولير. يبقى سيدوموناس أريجينوزا ثالث نوع من أنواع البكتيريا اللي بتعمل skin and wound infection. خصائصها انها هي هوائية وسالبة صبغة جرام ما يميزها كفحص بيوكيميكال عن مجموعة الانتيروبكترياسي اللي هي متماثلة معها في خاصية الجرام نيجاتيف رود انها اوكسيديز بوزيتيف والانتيروبكترياسي اوكسيديز نيجاتيف. ايضا من الخصائص تبعتها انها بتنتج مادة صبغية بيوسيانين سيانين تعرف اللون الأخضر الفسفوري نفسه بس بلون فاتح يعني بيكون أخضر فسفوري بلو جرين بسموه بلو جرين أو فلوريسنس إكزو بيجمنت. إيش يعني إكزو بيجمنت؟ وهي عايشة بتفرزه خارجها فلو أنت طلعت على مزرعة من السيدوموناس أريجينوزا بتلاقيها المزرعة كلها متلونة باللون البلو جرين الفسفوري الأخضر. ايضا قلنا هي من البكتيريا اللي تعتبر ريزيستنت للانتيبيوتيك وهنا الخاصيه تبعتها من الريزيستنت بامتلاكها للبلازميد. واحنا قلنا البلازميد من اشهر الخصائص انه بيعتبر بيحمل الجينات المقاومه للمضادات الحيويه وبرضه اجاك سؤال في الامتحان. It can grow in a improbably used disinfectant. تنمو في استخدام المطهرات بتركيز مش صحيحة أو بكميات مش مناسبة لكن لو استخدمت الديسنفكتنت بتركيز كويسة
بيأثر عليها وتعتبر من وسائل التطهير للأسطح ومن هذه البكتيريا. طيب كلينيكال سريريا تعمل UTI بس مين الأشهر؟ شريشيا كولاي. وأيضا تعمل التهاب رئوي نيمونيا. One of the most important causes of nosocomial infection, especially in burn hospital. من أشهر البكتيريا اللي بتعمل عدوى المستشفيات وخصوصا في قسم الحروق. البكتيرويدز فراجايلز بكتيرويدز فراجايل أينايروبيك بكتيريا لا هوائية، يعني لا عندها انزيم كاتاليز ولا السوبراكسيدينسيتيز ولا البيروكسيديز. جرام نيجاتيف رود سالبة 17 جرام وعصوية موجودة في القولون تبع الإنسان as normal flora where it is the predominant anaerobe وهي بتعتبر لا هوائية. كلينيكالي ناحية سريرية بما أنها موجودة في الأمعاء ممكن تخش تعمل invasion فممكن تعمل peritonitis اللي هو التهاب ل البريتونيال كافيتي غشاء لا البريكارديال هذا البلورال تبع الرئتين والبريتونيال تبع المعده تمام. فممكن تعمل اسايتس اللي هو التهاب للاغشيه تمام. ابدو من الابسس ممكن تعمل دمامل معويه. السبيسمين تبعت التشخيص بتكون عبارة من دمامل داخلية فبتكون اسبيريشن بيوبسي يعني تمام. بس انه تاخد الصديد او الافرازات الاكسيدات الموجودة في الدمامل اكسيدات يعني الخراجات تمام من الدمامل. طبعا الرائحة بتكون كريهة جدا لانه هي لا هوائية وشرط انه بما انه دمامل داخلية تعمل لها انايروبيك كالتشر يعني احنا كأخصائي تحاليل لما بيجينا اسبيريشن بنشترط على الشخص الدكتور او الممرض بما انه انت ماخذها من جوا الجسم بيبقى في الغالب هي انايروبيك واذا كنت متوقع انها تكون ايروبيك بتحطها في ايش في الوسطين يعني بيلزمك ايروبيك كالتشر وانايروبيك كالتشر. طيب عشان نعرف نكمل ولا ما نكملش المحاضرة الجاية ولا ندخل في عملية المراجعة نقف لها تمام. المحاضرة الجاية إن شاء الله أو على الكلاس روم بنزل لكم إذا كان ملغي هدولة وبنعمل عملية المراجعة. استنى شوي بس نحن نشوف أصلا هو حيحدث في 15 ولا 16 هون مهم. استنوا 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 لا لا هو 15 حناخده 15 حناخده ما قصدهم عن 17 و18
لا 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 فيش كيف مش هان طب ليه ما وزعتها منشوفها؟ منشوف شو الغلط اللي عندنا؟ ممنوع ممنوع نتعلم من غلطنا. هي تبعتي بشوفها ايش بدك تشوفي؟ بشوف الغلط اللي عندنا. هاي هاي واحد بيت انت شوفوا غلطها على يورين انفكشن اشهرهم الايكولاي وش الكلتشر ميديا يوزد جرو فانجاي سبروت لا انا بشوف اللي خلص تمام انا فرشي البراش بس اشوف الاخت الفيون وين ورقتها هاي أربعة خمسة ستة سبعة تمام هاي ثمانية تسعة عشرة داش 12 13 14 15 16 17 18 تمام هنا عندك في الديس أدفانتج والأدفانتج الأدفانتج تبعتها إنها تنتج فيتامين كي فيتامين بي هاي واحد تمام من الادفانتج تبعتها ان هي تعتبر مانعه لاذر من الديس ادفانتج تبعتها انا ممكن هي اوبورتونيستك ممكن تعمل ديزيز مش كفو واحد من هذول تمام هنا لاج فيز ابزورب نيوتريانتس لوج فيز تضاعف الخلايا مرحله الثلاث هاي ثلاث علامات ومن هنا علامه هاي الخمسه بلازما ممبرين لازم يمكن من نون اسينشال كومبوننت اسينشال بصوا على غلط احسبها صح لا وين عادي يعني اكثر من واحد يلا هلا برا يا استاذ هلا برا يا استاذ يا استاذ صح على 26 4 على المطرحين مش 26 قد ايش جبت انت 26 من 40 34 والله تشوف اللي انا بس حلوه هي انا بشوف صار كثير كويس مش هادي برهان طيب طيب متفاهم احنا لسه يوم الاحد حيكون محاضره ويوم الاربعاء محاضره الجاي انت تجبرها ولا بتخليها ان شاء الله خلينا شوي شوي سته كل واحده واحده 17 18 بس المحذوفين مش 15 16 15 16 داخلين شو محذوف 17 18 لان هاي هذا غلط باثوجينيسيتي الفيروس او البكتيريا تمام كنت حاطه وغيرتيها اي واحد هذا اثنين هو لايبو بوليسكارايدز مش بولي بكتايد هنا اليست هي اللي بتكون جروينج ان سنجل سيل تمام هنا بيفور هذه الجمله صحيحه احنا بيفور مش افتر اللي في النموذج الثاني كانت افتر تمام هنا مش نيوترينت اجار هو تبع الانتيروبكترياس اللي بيعملها انهبشن للاذر اللي هو المكونكي هنا ليكويد ميديا ميكست اورجانيزم كان بي سيبريتد غلط الليكويد ميديا ما بقدرش افصل انواع البكتيريا فيها لكن على الاجار بشوف هذه والله بكتيريا بشكلها مختلف النموذج الثاني كانت نوت ميكست ميكست اورجانيزم كان نوت وهذه كانت صح هنا high toxicity of toxin is stable at 100 طبعا هو لا هو heat labile مش heat stable الاكزوتوكسين heat labile endotoxin هو الheat لا هذا صح انت مجاوبها هنا الباسيلاي لا هذه الكوليستريديم هي اللي انا ايروبيك كلهم ايروبيك ما عدا الكوليستريديم هذه المكونكي للفنجاي سبارود ستريس اجار هنا في عندك الايتوتروف مش هيتيروتروف في عندك علامتين هان
مطلوب الاسينشال ماكزه فيها هذه فعلا جورجي للبكتيريا جورجي هي لا لا هذول لا مش عارف طيب ما دام موجودين بدي احاسبك عليهم هذول هيك والله طلعت مش عارفه هن الكتاب والبلازميد مش هم فخصمت لك علامتين علامه هان لا علامه هان وعلامه هان عشان كاتبه هذول علامه هان وعلامه هان طب والله تشوف يا استاذ نعم مدام خلصت براءة انا مش طيب نشوف براءة بعدين دكتور انا شايفه العلامه غلط ممكن اشوف استاذ العلامه بس كمان ولا علامه دكتور دوت ولا علامة. الله إنك خير. بتأمل نفوس تحسين. بشكل علامات. بنفوس تحسين. أبسنس أوف أكسجين. أنا أيروبي. أبسنس مش طاشة. أنت بتحكي إنه تتم أكثر في عدم وجود الأكسجين. مش أنا أيروبي. تتم في عدم. لا هوائية لو كان في أكسجين تمش بالمرة. مش اللي بتنمو جرو بيتر ايش يعني جرو بيتر افضل افضل في عدم وجود الاكسجين مين هي هذه هي هذه مايكرو تقليل بدها شويه اكسجين مش عدم وجود عدم وجود الاكسجين تمام طيب هانا لويس باستير لا روبرت كوخ اللي عمل الانتراكس والفيبرو كوليرا العوالم هذول هدوها طيب هذا مش الهايفا اليست الهايفا ما بتسوي انا احكي لك ايش اللي غلطني فيه مش سنجل سيل شوف ايش اللي عندي انا هذيك انا حطاها هذه هيك الجواب لانه مش مقتنع فيها هذا انا عارفاها انه اليست بس طلع هنا عشان انت فاصل بينهم عاد احنا بالانجليزي الحمد لله تمام انا فحكيت لا هذه بتصير زي صفه لا اما هذه لا معناها لا جنسي هذه صارت معناها لا بالارتباط الجنسي انا شفتها انها غلط هذه فقعت لما طلعت عندي غلط لاني انا فهمها بالانجليزي صح 100% بس هي بالكتابه بس الهايفا هذه بتدلل لك انه هي اليست بغض النظر ممكن طباعتها تقول لك سنجل سيل هي مش الهايفا الهايفا مالتي انا حكيت خلص جايبه عشان شتتنا فخلص ما تحطهاش اذا شكلها غلط لا مش صح وغلط هو مش صح وغلط صحيح طيب هاي تنتين هاي الثالثه يورين تراكت انفكشن فيبريو كوليرا انتستينا انترك بس واحدة اثنتين ثلاثة أربعة عرب البلد تخسر انا عندي المشكلة انا قاعدين نراجع التسجيل شباب شفت غلطان